السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع الخامس، المحاضرة الأولى في علم الأحياء العامة. توصلنا الآن إلى جزئية الفيتامينز. فاكرين يوم أو محاضرة ما اتكلمنا في أول محاضرة إنه عندنا مركبات يطلق عليها مايكرو موليكيولز، مركبات مايكرو موليكيولز. قلنا الماكرو موليكيولز زي مين؟ زي البروتين، كربوهيدرات، ليبيد اند نيوكليك اسيد. قلنا انه في حاجه اسمها مايكرو موليكيولز موجوده بكميات ضئيله جدا، قد تصل الى 1%، احجامها صغيره، يحتاجها الجسم بكميات ضئيلة جدا، لكن وجودها أساسي. تقول هو الكلمة أساسي. قلنا طيب أولها قلنا الفيتامينز. الفيتامينز يا جماعة الخير كميات ضئيلة لكن أساسية، يحتاجها الجسم. غيابها حالة مرضية أو أنواع مختلفة من الحالات المرضية. الفيتامينز أول شيء ما إلها أي قيمة في الطاقة. كيف يعني؟ no energy value، يعني ما هياش زي السكريات بتعطي طاقة 38 ATP، ولا زي الدهون بتعطي 128 ATP، ولا زي البروتين بتعطي طاقة، ولا حتى زي النيوكليك أسيد في تكسير بتعطي طاقة. هاي ما بتعطي طاقة. No energy value. Essential for small amount، تلزمني في كميات essential أساسية رغم small amount كميات قليلة. To maintain good health، لحماية جسم طبيعي. To maintain good health، لكن في وجودها تكون صحة جيدة. تمام. غيابها مشكلة أو حالة مرضية. طبعا تقسم عندي إلى نوعين، نوع ذائب دهني ونوع ذائب مائي. water soluble vitamins، فيتامينات ذائبة مائيا زي فيتامين بي، وفيتامين سي. الذائب المائي، الغير ذائب مائي زي فيتامين اكتب عندك دي، اي، اي، كي. ديك بنقول عنهم ديك، الزائد المائي بي وسي. فات سوليبل فيتامينز قال لك. طيب احنا بنقول نقصان، هاي الفيتامين حالة مرضية فيتامينوزيز، لكن نقصان النقصان حالة مرضية لكن ازديادها اكسيزيف اوف سام فيتامين، مش الكل. معظم هاي الفيتامينات لو زادت نسبتها برضو ايضا حالة مرضية، حالة ضارة، مي بي هارمفول، سيء، يعتبر سيء. مش موجود هذا الكلام عندكم؟ ما بيلزم نحكي. مش موجود ايضا. نيجي عفوا لفيتامين اي.
فيتامين إيه يا جماعة الخير اللي مربوط بالنظر، بالفيجن، بالرؤية. فيتامين إيه من خلال الجزر، لما بقول لك كل جزر يقوى النظر لأنه مربوط في وجوده بالجزر. فيتامين إيه بالكاروت، formed in the body from carotene. كاروتين اللون الأصفر أو الصبغة الصفراء اللي موجودة في الكاروت في الجزر، أي yellow pigment in carrots. تأكل جزر تحتوي، هذا الجزر اسمه كاروت، يحتوي على كاروتين، كاروتين يتحول إلى فيتامين إيه. لكن خلي بالك، صحيح إنه ذائب دهني لكن destroyed at high temperature. يعني الناس اللي بروحوا بيعملوا الجزر محاشي أو طراشي محاشي وبروحوا مسخنينه على النار، فيتامين إي يتكسر يتدمر. فإذا بنقول destroyed، يتدمر هذا الفيتامين at high temperature، عند درجة حرارة عالية. at high temperature. essential، مهم for warming، لتكوين الفيجوال بيربل، اللون الرؤية المعتمة القاتمة اللي بنراها. يعني كيف maintain dim light vision، محافظة على dim light vision. تعرفوا في الليل لما تقطع الكهرباء وبيشتغل بنشغل الليدات وتكون البطارية ضعيفة، كيف انت لما بتمشي وبتكون الرؤية هذه، كيف وانت ماشي في الليل بتبقى شايف الرؤية هذه. والله لو مفيش أو في ناقص عندك في فيتامين إيه في الليل، هذه بتنعدم عندك الرؤية. ليه؟ لأنه ناقص فيتامين إيه يبقى هو يحافظ على الديم لايت، الضوء الخافت اللي إحنا مرار بنشوفه في الليل، بنشوفه في الليل. فيتامين إيه طبعاً المصادر بتاعته بيتا كاروتين، تقرأوها براحتكم، لكن أهم شيء الفيجن الرؤية. بينما فيتامين سي ووتر سوليبل، فيتامين سي ووتر سوليبل ذائب مائيا. فيتامين سي مهم في جهاز المناعة، أنتي أوكسيدنت، يزيد من جهاز المناعة. حاليا أحكي لكم هالشغلة وتفهموها، ركز معي الآن يا أستاذي الكريم. جهاز المناعة لتقويته نحتاج فيتامين سي. كيف يا استاذ؟ لقيت الواحد فينا لما بفلوز فيروسات، لما برشح فيروسات، معظمها فيروسات. حديثا لما بنصاب بالكوفيد 19 اللي هو الكورونا الفيروسات، تمام، هاي كلها فيروسات. طيب ايش يا استاذ؟ طيب ايش المشكلة في الكورونا؟ قال لك انه هاي كلها فيروسات لا يوجد لها أدوية. نعم، دليل الكورونا مش ملاقيين له علاج لأنه فيروس. بينما البكتيريا لها مضادات حيوية زي الجيفليكس، أموكساسيلين، أومين، ميجا كير، أمبسيلين، أزيثروميسين وإلى آخره. كل هاي الأدوية إلها إيه؟
كل هاي البكتيريا إلها مضادات حيوية اللي ذكرناها بنقضي عليها من خلال ناخد كورس العلاج وإحنا في البيت، وبتنتهي الالتهابات وبنروح. بينما هاي الفيروسات ما إلها علاجات، ما إلها علاجات. طب إيش بنعمل أستاذ؟ ولا حاجة. نروح يا سيدي العزيز على تقوية جهاز المناعة، خلينا على الكورونا. الكورونا ما إلها علاجات مضادات حيوية، لأنه مضادات الحيوية للبكتيريا فقط. فبنروح بدنا نقوي جهاز المناعة اللي يقوى على الفيروسات. فبالتالي من العوامل الأساسية تقوية جهاز المناعة من خلال الفيتامين سي. قد نحتاج إلى الأملاح المعدنية زي الزنك، هواء نظيف، الرياضة، الحالة النفسية جيدة مطمئنة. كل هاي الشغلات بتقوي من جهاز المناعة، لكن أهمها فيتامين سي. يبقى فيتامين سي لازمنا للمناعة، increase immunity system، يزيد المناعة. destroyed، بالتالي فيتامين سي destroyed after prolonged cooking. يعني انت بعدين فيتامين سي. طب وين موجود يا استاذ؟ فيتامين سي يا سيدي العزيز موجود في البرتقال، في الحمضيات، في الليمون، في السكر والليمون. عشان هيك بنعمل لمين؟ تالي مرشح والمفعل والسكر والليمون مرار. قبلها موجود فيتامين سي في الجوافة 10 أضعاف الحمضيات مرار. الليمون لما تيجي انت تتزاكي وتقبل الدنيا سقعة وعاملة كاسة سكر ليمون لا للست الوالدة وهي مفلوزة ولا مرشحة، بتروحي انت مسخنة الليموناضة او السكر ليمون. طبعا التسخين اللي لوقت طويل يفقد هذا الفيتامين سي، او يتكسر او يتدمر هذا الفيتامين سي. يبقى كل شغلك حاجة على ايه؟ على الفاضي. يبقى destroyed after prolonged cooking necessary for wounds healing، ضروري for wounds healing، لالتئام الجروح. يبقى ضروري جدا لالتئام الجروح. التئام الجروح عملية مناعية، يبقى مهم للمناعة والتئام الجروح. فيتامين سي مهم للمناعة. نمشي فيتامين سي لو نقص أو اختفى أكثر من 5 شهور ينتج مرض اسمه ديسكارفي. فيتامين اي يعطيني العشاء الليلي، تبقى عندك نايت بليندنس، في أو مكتوبة عندك على الكتاب في الجدول المحطوط على جنب. فيتامين اي ديفيشنسي ديزيز، المرض الناتج عن نقصانه، بنقول عنه ايه؟ نايت بليندنس. بينما فيتامين سي اسكارفي، الاسقربوط، وهو ضعف عام بالجسم وهزلان، ضعف بالعظام، تساقط الأسنان وإسودادها وهزلان في الجسم. هذا ما يطلق عليه مرض الإسكارفي، زاسكارفي أو الإسخربوط. تمام. يطلق أيضا على فيتامين سي أسكوربيك أسيد، أسكوربيك أسيد. فيتامين سي سكارفي، شايفين كيف الأسنان سكارفي، تتساقط وتسود الأسنان. فيتامين دي فيتامين دي بيتكون يا جماعة الخير من خلال أشعة الشمس. أشعة الشمس إن هي اللي من الصباح لغاية الساعة 10 صباحاً هان بتكون الفائدة. بعد هيك
تجوى أشعة الشمس وخصوصا الفوق بنفسجية وتصبح ضارة. وما بعد العصر، ما بعد الأربعة، 3، 4، 5 المغرب. لذلك بننصح بتعريض أولادنا صباحا أو مساء للشمس وليس وسط النهار، لأن وسط النهار تجي سطلة في راسه من الشمس ومش بعيد يموت طفل هذا. فبالتالي بننصح يتعرض للشمس. ليه؟ لأنه فيتامين دي يتكون في الجلد من خلال أشعة الشمس. فبالتالي بنقول formed in skin، يتكون في الجلد from ultraviolet light، الأشعة البنفسجية البسيطة الحلوة بتاعت الصبح أو بتاعت العصر. ليه فيتامين دي مهم للعظام؟ ليه فيتامين سي؟ فيتامين دي مهم للعظام لأنه العظم بتكون من كالسيوم وفوسفيت، وحدة كالسيوم واتنين وحدة فوسفيت واتنين كالسيوم بيرتبطوا مع بعض. مين اللي بيربطهم؟ فيتامين دي. فبالتالي هيلب تو ريجوليت من أجل تنظيم اللي هو موجود فيها رابط الكالسيوم والفوسفيت، ميتابوليزم اللي هو إيه؟ التفاعل اللي بيصير له. غياب فيتامين دي يصبح الطفل ريكيتس، يعني رجليه متقوسات. شايفين كيف؟ هذا اسمه الريكيتس نتيجة غياب فيتامين دي. هذا عندنا الجدول اللي على في الكتاب موجود. طبعا water soluble vitamins bone blood clotting D. نتوقف لعند respiration لغاية الآن، و أترككم عند الجدول هذا لأنه يعتبر مهم إلنا كتير، وبهيك ننتهي من جزئية الفيتامين. ولكن أستودعكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نراكم في المحاضرة القادمة.